تواصل أمانة بغداد أعمال تأهيل مشروع الرستمية العملاق لمعالجة مياه الصرف الصحي لضمان استمرارية عمله كونه يخدم مناطق جنب الرصافة في بغداد. ملاكات دائرة مجاري بغداد تعمل على تأهيل أجزاء من المشروع المكون من 3 توسعات، يخدم التوسع الأول والثاني منها مناطق غرب القناة، إذ يعمل على معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة تصميمية تصل إلى 175 ألف متر مكعب في اليوم، ويخدم التوسع الثالث مناطق شرق القناة بطاقته التصميمية التي تصل إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم. تقوم هذه المشاريع بمعالجة مياه الصرف الصحي القادمة من مناطق الرصافة بصورة عامة ومعالجتها وفق المحددات البيئية المعمول بها في العراق. هناك أعمال عديدة تقوم أمانة بغداد بعملها داخل هذه المشاريع من خلال الدعم اللامحدود الذي توليه دائرة مجاري بغداد لهذه المشاريع، وكذلك قيام كوادر المشروع الهندسية والفنية بإعادة تأهيل الحلقات الموجودة في هذه المشاريع والتي قسم منها يعني يتطلب تأهيلها مبالغ مالية طائلة جدا وإمكانيات كبيرة تتطلب أنه تدخل فيها شركات أجنبية. يحتوي المشروع على عدد من المحطات وأحواض معالجة المياه، تبدأ بمحطة الضخ الرئيسة المكونة من 7 مضخات لولبية لمعالجة المياه عن طريق المشبكات، ومن ثم مرحلة إزالة الرمال والدهون، ومنها إلى أحواض الترسيب الابتدائية البالغ عددها 12 حوضا التي تقوم بترسيب المواد العضوية، ومن ثم إلى مرحلة الهاضمات، بعدها إلى أحواض السماد التي يتم خلالها فرز السماد العضوي. المرحلة الثانية من المعالجة، المرحلة الثانوية أو المرحلة البيولوجية، تبدأ عملية التحليل المواد العضوية هنا عن طريق البكتيريا، تنشيط البكتيريا عن طريق ناشرات هواء، تكون ناشرة سطحية من 46 ناشرة هواء، وبعد ذلك تبدأ مراحل أحواض ترسيب النهائية. المشروع يعمل وفق المحددات البيئية التي أقرتها وزارة البيئة من أجل طرح المياه المعالجة السليمة إلى نهر ديالى دون أن يسبب أي مشاكل بيئية من خلال مراحل المعالجة البيولوجية عن طريق تنشيط البكتيريا بواسطة ناشرات الهواء وإعطائها غذاء كافيا لضمان نمو ومعايشة البكتيريا الهوائية.